بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة الثالثة من أحوال الراء ما يجوز فيها التفخيم والترقيق يا دكتورة جازية، يبقى وهي ثلاثة أنواع ونحن في النوع الأخير النوع الثالث. فضلت الشيخة دكتورة جازية النوع الأخير الراء النوع الأخير وهو الثالث، النوع الثالث وهو الأخير. الراء الساكنة سكونا عارضا، الراء الساكنة سكونا عارضا في آخر الكلمة، الراء الساكنة سكونا عارضا في آخر الكلمة للوقف عليها، وذلك في الكلمات الآتية: ونظر المسبوكة بالواو، وذلك في ستة مواضع: بسورة القمر، في أسر، بسورة الحج، ويسر. ولقد فمن رققها نظر إلى الأصل وهو الياء المحذوفة، ومن فخمها لم ينظر إلى الأصل واعتد بالعارض، واعتد بالعرض وهو الوقف وحذف الياء كده. النوع الاخير وهو النوع الثالث، وبارك الله فيكم. يبقى النوع الثالث والاخير فضيله الدكتوره، النوع الاخير والنوع الثالث: الراء الساكنه سكونا عارضا في اخر الكلمه للوقف عليها، وذلك في الكلمات الاتيه: ونظر في الايه المسبوكه بالواو، وذلك في سته مواضع: في بسوره القمر، فأسر بأهلك، في سورة الحجر، ويسر. فمن رققها نظر إلى الأصل وهو الياء، نظر إلى الأصل وهو الياء المحذوفة، من فخمها لم ينظر إلى الأصل واعتد بالعرض وهو الوقف وحذف الياء. ربنا بارك الله في فضيلة الدكتورة جازية، الدكتورة عبد المجيد عطية، الدكتور كمال، بارك الله فيكم جميعا. وكل من نشر الفيديوهات داخل على قناة ماما وبابا، قناة علم الحياة على اليوتيوب، بارك الله فيكم جميعا، جعل هذا العلم النافع في ميزان حسنات والدي إلى يوم القيامة، بارك الله صدقات جارية إلى يوم القيامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.